ما المقصود بالبينونة الصغرى وما هي عدة المرأة المعتدة من البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى لها أحوال. نعم. الحال الأول هي المطلقة بعد العدة في الطلقة الأولى والثانية، يعني رجل طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وتركها حتى انتهت عدتها، حينئذ ماذا الأمر؟ هذه بانت بينونة صغرى. إذا أراد أن يتزوجها بعقد جديد هذه صورة. الصورة الثانية أن تبين منه بينونة صغرى بالخلع، تعطيه فلوس وتقول اخلعني ما عاد أبيك. طيب. فهمت؟ فيخلعها، وهذه العلماء الجمهور يقولون أنها تعتد بثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف بينهم. وابن تيمية وروانا الإمام أحمد يقول هذه فسخ، تعتد بحيضة واحدة، حيضة واحدة، وإذا أطهرت تزوج. هذا الخلع. الثالث الفسخ، إذا فسخ القاضي لأن الزوج مضر بها، أما ما ينفق عليها أو هاجر كم سنة ما يقربها ولا يقرب فراشها ولا شيء، هذه يفسخ القاضي فسخ. والفسخ شبيه بالخلع، إلا أن الخلع تدفع فيه المرأة فلوس، تعطي الزوج ما دفعه نصفها أو كلها أو كذا، وأما الفسخ فليس فيه مال، هو القاضي يجريه إذا تأكد أن المرأة متضررة وأن الزوج متعمد لمضرتها فيفسخها ولا يعطيه شيئا. نعم. طيب، إذا طلبت الفسخ يا شيخ وفسخها ولكن لم تنتهي العدة، هل لها أن ترجع؟ لا، ترجع بعقد جديد، لأنها بانت الفسخ والخلع بينونة صغرى، لا تعود إلا بعقد جديد. وأنا أذكر هذه القصة لبناتي وإخواني الآن عشان يعتبرون. امرأة سألتنا في دار الإفتاء، قالت أني متزوجة رجل، تثني عاد عليه بس أنا بعدين متى، قالت أني كذا، وأني المرة الأولى زعلت منه وخلعته، قلت بعطيك فلوسك اللي هي 40,000. قال عطيني، تقول هالرجل ستير ما يحب المحاكم. قال عطاني، قالت عطيته وسوى لي خلع. قالت ثم رجعت إليه بعد أقل من سنة، ندمت ورجعت إليه، ولما جلست مع سنتين مليته وقلت خلاص أنا ما عاد أبيك، أنا بفارسك أنا. قال بصر عطي. قالت شو اسمها، خلاص. هو لما رجع لها قال لها ما عندي إلا 20، 40 اللي عطيتني راح ضاعت. قالت عطني 20، فأعطاها 20 ورجعت لي. ثم ملت منه وقالت خلاص خذ دراهمك أنا ما عاد أبيك. قال يلا حطيني 20، أعطاها 20، أعطتها 20 وطلق، يعني فسخها خلعها. بعد مدة حنت له ثالثة، صارت هي تغازله يا الله. المهم قال لها والله شوفي 20 راحت، ما عاد عندي إلا 5، تبين ولا والله ما عاد عندي يا فلانة الشيء. قالت أبد أنا راضية، عطنا 5. أعطاها 5 ورجعت له كما لا ترخص، ثم قراها ترجع. فظنت أن الثلاث ذي تحرمها، أنها ثلاث طلقات. قالت خلاص أنا ما عاد حل، وأنا ودي أرجع له. وجدت تسألنا عن هل يجوز أن ترجع له بعد ثلاث فرقات، قلنا أنه ما يحسب، هذا ما يحسب طلاق. فرحت قالت الحمد لله الحمد لله، ما يحسب. قلنا ما يحسب. عاد أنا مزحت عليها، قلت أحب ترجع إلى قالتي، قلت ترى بيقول ما عاد عندي إلا ريال خلاص. أنت الآن رجعت، عطيتها أول مرة 40، ثاني مرة 20، ثالث مرة 5، هذا الحين وش بعد؟ ما عاد بهلا مهر ريال. قالت يا ابن الحلال إنه والله أني بدأت يعني تلوم نفسها وكذا. فأنا أنصح بناتي لا يستعجلن في الخلع، ترى مر علينا الآن كثير من النساء خلعن ثم يريدنا الرجعة الآن بأي وسيلة. لا تطيعون يا إخواني بعض مشورة من لا
تدبير لها ولا نظر في العواقب. بعض الحريم الآن تستشير أختها في المدرسة زميلة، أخلعي أطلعي من والله لوني من تسويه كذاب، والله لونها ما تقلع. لكن هكذا عندهن يعني ضيق أفق وعدم صبر، ثم هذه المسكينة تأخذ النصيحة ثم تندم. أنا أقول يا إخواني الفراق قرار خطير، لا تستعجلوا فيه، لا تستعجلون، اسألوا صالح أهلكم، اسألوا عاقل إخوانكم، لا تسألون من لا تثقون في عقله ولا في نصحه. نعم.